دي زي ما تعودنا الكونسبتس الجديدة on the concept اسمها NSX. صراحة اختلافها عن الكونسبتس التانية اللي احنا شفناها النهاردة ان هي اقربهم للانتاج. ليه؟ لان خلص التفاصيل فيها كاملة واضحة، باين فيها الخطوط تفاصيل بتاعت الاجزاء المختلفة، يعني مش كلها منصهرة في جزء واحد، باين قوي فين فين العتب الخلفي، فين العتب وفين الصدام الامامي والخلفي، الباب، كل حاجة باينة. الانتيريور متفصل اقرب للواقع شوية، فدي ممكن نعتبر ان هي production car، يعني to be product to produce يعني. بس طبعا مرايات شكلها فيتشرستيك، وفي نفس الوقت يعني الكونسبت الثانيه بنشوف المرايه رفيعه جدا وخفيفه جدا وكده. طبعا دي الاقرب ليه؟ لان زي ما احنا شايفين هي مرايه عريضه، ده المطلوب دلوقتي في السوق الاوروبيه علشان تعمل عربيه للسيفتي ريزنز وكده. بس شكلها طبعا تحفه، الحساسات جنوط 20، الكاليبرات، السيراميك بريكس، كل الكلام ده كله واضح فيه. ده ببساطة العربية. هنا هي عربية طبعا حابينها كل ال، انا بتكلم كمان على المنطقة بتاعت اللي هي ناس المعدلين للسيارات وكده. هي عربية مشهورة جدا، دي تعتبر السيفيك الجديدة، تم تقديمها قريب، انتاجها تم وابتدت اتشافت في شوارع امريكا اوريدي، بيقدموها هنا في اوروبا. طبعا النسخة اللي هنا بتتقدم غير النسخة اللي بتتوجه للوطن العربي بتاعنا او لمنطقة الميدل ايست، علشان او الشرق الاوسط، علشان هنا بيحبوا العربيات اللي هاتشباك اكتر، اكتر عملانية يعني بالنسبة لهم، تاخدش مساحة كبيرة، يعني اكتر مناسبة للسيتي او المدينة. هنا طبعا دي مش اي عربية سيفيك، دي تايب ار من جوه. طبعا دي الداخلية بتاعتها كلها جلد زي ما احنا شايفين، فيها اماكن كربون فايبر صغيرة، الكراسي اللي هي رياضية ماركة ريكاردو. بس ده مور اور ليس الاختلاف. طبعا الاختلاف في الهورس باور كبير يعني، بس طبعا في صعوبة في الدخول وفي الخروج، ناس كتيرة بتقول طبعا بسبب الكرسي ووضعيته الرياضية كتيرة، مش مريحة، مش عربية مريحة، هي عربية رياضية أكتر موجهة للناس بتوع السباقات والناس اللي كده.